مساء الخير، أتمنى إن انتوا تكونوا كلكم بخير. أنا كنت محتاج أطلع لايف، كان في ناس كتيرة بتقولي أطلع. انتوا هتلاقوني عمال أبص هنا وهنا عشان أنا فاتح الفيسبوك والإنستجرام في وقت واحد. انتوا بس لو سامعيني كويس يا ريت تبلغوني، لو حد سامعني كويس يا ريت يبعتلي بس يقولي ان هو الصوت كويس كده. سامعيني كويس؟ اوكي. كان في ناس كتير قالتلي اطلع لايف عشان خاطر اتكلم على اخر حاجة او اخر حاجات انا بعملها. يعني انا شغال على كذا حاجة، شغال على اغنية ان شاء الله هتنزل الفترة اللي جاية دي، لسه قاعد بجهز عليها. وبرضو شغال تمام، منور الدنيا. اوكي، بنوركو. ميرسي، شكرا. بس ف الصوت كويس. اوكي، شنب الملوك. حلو، شنب الملوك ده. بتكتب خواطر؟ ماشي، هنتكلم فيها، مفيش مشكلة نتكلم فيها. بس فهقول لكم بس سريعا كده انا ايه الحاجات اللي انا بعملها الفترة دي. انا بعمل اغنية شغالين عليها، بنجهزها خلاص. والحاجة التانية برضو اللي انا شغال عليها في مهرجان. المهرجان ده هيكون لدعم الشباب، هنعمل دي هتبقى الدورة الاولى بتاعته ان شاء الله. خلال الدورة الاولى في صفحة، صباح الفل، في صفحة احنا عملناها اوريدي خلاص. المهرجان هيكون بيدعم الشباب هيستضيف اي حد هيكون حابب ان هو يشارك بالفيلم بتاعه. برضو في نفس الوقت هن يعني هنحاول نقبل الافلام على قد ما نقدر. بس طبعا اهلا اهلا، ازيك؟ ميرسي يا فادي. فطبعا احنا هنحاول ان احنا على قد ما نقدر نقبل الافلام كلها. بس طبعا يعني في افلام طبعا لو يعني مش ذات مستوى هيبقى صعب شوية ان هي تتعرض في المهرجان، لكن هنحاول ان احنا نقدر ناخد اكبر كم من الافلام. برضو هيبقى فيه 3 جوائز لأحسن 3 أفلام موجودة. الجائزة الأولى هتكون كأس المهرجان. طبعا كنت طالبة شغل، ماشي هرد على حضرتك. حاضر، هخلص بس الكلمتين اللي عايز أقولهم. شكرا، ميرسي. فزي ما بقول لحضراتكم انا الجائزة الاولى هتكون كأس المهرجان، والجائزة التانية هتكون درع المهرجان، والجائزة التالتة هتكون زي ما بقول لكم شهادة تقدير بالنسبة للفيلم اللي شارك. طيب هرد عليك يا عمر، الشغل هتلاقيه على الصفحة وهتلاقيه على صفحة الفيسبوك على الانستجرام. ده بالنسبة لي ال3 جوائز. منور الدنيا بنورك، الله يبارك فيك، شكرا كريج، وانت طيب، شكرا. طيب فأكمل كلامي. زي ما بقول لكم دلوقتي دي ال3 جوائز بتاعت المهرجان. بالنسبة لأي تفاصيل تانية عن المهرجان، الميعاد والكلام ده كله هنبتدي نقول عليه خلال الأيام القادمة. أحمد، الله يبارك فيك، بنورك، تسلم لي.
فبالنسبة للمهرجان الصفحة بتاعته اسمها مهرجان فؤاد الشربيني السينمائي، هنعمل بحث بالعربي هنلاقيها سواء على الفيسبوك أو على الانستجرام أو على اليوتيوب. اللي برضو لو في أي استفسارات عن المهرجان ممكن تسألوني، مفيش مشاكل. ولكن دي الحاجة التانية اللي أنا بعملها. هحكي لكم بقى على الحاجة التالتة اللي أنا بعملها برضو. الحاجة التالتة اللي أنا بعملها اللي هي أنا في عندي الشركة التانية، شركة ميديا برودكشن، دي برضو شركتي التانية. محمد بنورك، الله يبارك فيك، وانت كمان وحشني كتير يا فنان. فالشركة التانية بتاعت ميديا برودكشن برضو لو عايزين تبقوا تبصوا عليها هتلاقوها. قررنا ان احنا برضو هنعمل بعض الحاجات وبعض التعاقدات كده ان شاء الله الفترة اللي جاية مع كذا شركة. لو عايزين برضو تشوفوا الصفحة هتلاقوها على الفيسبوك او الانستجرام او ايا كان، برضو بنفس الاسم اللي هو بتاع ميديا برودكشن بس بالانجليزي مش بالعربي. ده بالنسبة للحاجات اللي انا بعملها مؤخرا. طبعا اللي عايز يشارك في المهرجان مفيش اي سن معين، اللي حابب اي سن عايز يشارك مفيش مشكلة. برضو في نفس الوقت اللي عايز يخش بأيا كان يعني الفيلم بتاعه وقته قليل، طبعا الحد الأقصى هيكون 45 دقيقة. وفي نفس الوقت نفس الحاجة برضو لو احنا عايزين نشارك بالفيلم ده متصور بكاميرا، متصور بالموبايل، متصور بأي مش حاجة، مفيش مشكلة هنقدر ندخله. محمد لو عايز تدخل بفيلم يا محمد مفيش مشاكل، طبعا هي الصفحة بقى تقدروا تبعتوا وتستفسروا عن الحاجات اللي انتوا عايزين تسألوها. طبعا انا اتبسطت ان انا كنت معاكم، ولو في حد عنده اسئلة ممكن نسأل اسئلة مفيش مشاكل. عايز اقدم في التمثيل ممكن تقولي؟ طيب بص، انا قبل كده كان في لايف كنت عملته بموضوع التمثيل ده، ممكن تقدر تشوفه على الصفحة، لكن برضه هرد عليك سريعا كده. طبعا لو عايز تقدم لازم بتاخد ورش وتبقى جاهز لان انت تبقى بتقدر تمثل. بمناسبة الموضوع ده مكنتش حابب اتكلم عليه دلوقتي، لكن انا بجهز برضه ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية دي هعمل برضو ورش للتمثيل وهعمل كورسات صناعة الفيلم. كان في ناس اصلي بقالها فترة كبيرة قوي عمالة بتسأل عايزين ياخدوا كورسات صناعة الفيلم وعايزين ياخدوا ورش للتمثيل، فده هيحصل ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية وهكتب عليه طبعا في صفحتي. لكن ممكن احكي لكم عليه ملخصا كده، هو هيكون اونلاين ان شاء الله، و هنقدر بقى يعني هكتب لكم بقى ايه الحاجات اللي احنا هنتعلمها ومنهجية التدريب هتبقى عاملة ازاي والكلام ده كله. بالظبط هيبقى اونلاين. الكورس اللي انا هعمله هيبقى اونلاين، هيبقى فيه صناعة فيلم وهيبقى فيه تمثيل وهيبقى فيه دبلومة بقى، دي هتكون مدتها أكبر شوية وهتكون شاملة كذا حاجة وهتكون فيها شرح أكتر لحاجات كتيرة ومواضيع أكتر شوية. طيب عايز أقدم في التمثيل. طيب ما أنا قلت لك يا محمود لازم بس تبقى متعلم، ولا عايز تقدم في الورشة قصدك محمود عوض؟ طيب لو انت شايف ان انت جاهز يا محمود ومش محتاج تاخد ورش او حاجة، بتروح في اماكن مكاتب اسمها مكاتب الشركات الكاستنج، و بتقدر ان انت تقدم فيهم وتقول لهم بقى ان انت مواهبك كذا وبتعمل اختبارات كاميرا والكلام ده كله.
ممكن تيجي امتى؟ مش فاهم يا محمود بصراحة، تيجي فين؟ مش بتعجبك الافلام متصورة بكاميرا الفيديو؟ بص يا محمد، في افلام ممكن تكون متصورة ساعات بتكون جودتها كويسة يعني مش سيئة، وفي نفس الوقت زي ما انا قلت المهرجان ده معمول عشان خاطر دعم الشباب، هي دي الفكرة الأساسية يعني في ان احنا عاملين المهرجان ده. اتبسطت معاكو شوية دول، انا مضطر بس استأذن، وهنعمل لايف ان شاء الله قريب نقول لكم على اخر الاخبار برضو. مع السلامة.